زي ما قلت لحضراتكم، الفرقة رجعت النهاردة للتدريب، وعمرو السولية رجع للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة. دكتور أحمد أبو عبلة لما سألناه عن عمرو قال إن عمرو انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي واللي أداه منفردا للتخلص من الإصابة اللي تعرض ليها في العضلة الخلفية. الفريق إن شاء الله بكرة يسافر لتونس، والبعثة هتكون برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما احنا عارفين إن شاء الله المباراة هتقام هناك على ملعب رادس وبدون حضور جماهيري. هتقول لي أصله الترجي هيفقد جزء من صعوبة أو جزء من التحفيز اللي بياخده من الجمهور. آه هيفقد، ولكن يظل دائما الترجي. أنا متأكد، تخيلوا حضراتكم النادي الأهلي بيلعب من غير جمهور، طبعا بيفقد جزء كبير لأن الجمهور هو المحرك الأساسي، ولكن في نفس الوقت الترجي فريق كبير. مش عايز نستهين بالمباراة، مباراة صعبة بكل المقاييس سواء في تونس أو في مصر، سواء في تونس أو في مصر. أنا شايف كده نغمة، الحقيقة أنا شايفها نغمة مش عجباني. ماتش صعب جدا جدا جدا، ربنا يكرمنا واللعيبة تقدر تركز في هذه المباراة ونستطيع أن نفوز هناك ونرجع نفوز هنا إن شاء الله عشان نقدر نصعد للمباراة النهائية ولكل حدث حديث ساعتها.